Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale de la femme. Aujourd'hui, nous honorons toutes les femmes et toutes les filles du monde entier. Aujourd'hui, nous honorons la femme marocaine, et plus particulièrement nos femmes. Vous n'êtes pas sans savoir que la femme est et a toujours été parmi les principaux acteurs de développement de tous les pays du monde. Je voudrais dire que je n'oublierai jamais, lors de la pandémie du Covid-19, que les femmes ici présentes ici, aussi magnifiques, aussi rayonnantes et éblouissantes qu'elles le sont maintenant, lors du Covid-19, elles se sont transformées en vrais soldats et en vraies guerrières, combattant sur tous les fronts. السلام عليكم. دكتور هشام غنام، مدير المستشفى الإقليمي الحي الحسني. اليوم كنحتفلوا باليوم العالمي للمرأة، كنحتفلوا بالشغيلة الصحية ديالنا، وذلك اعترافا وعرفانا بالدور الحيوي المنوط اللي كتقوم به الشغيلة الصحية. وارتئينا هذه السنة باش نقوموا باحتفال بهذا العيد العالمي للمرأة، وكذلك قمنا بتكريم الناس اللي خدوا لا روتريت ديالهم، وذلك اعترافا بالجميل واعترافا بالمهام اللي اداو طوال هاد السنين في خدمه المواطن وفي خدمه المرضى ديالنا. السلام عليكم. معكم دكتوره وحيد نوال، طبيبه اختصاصيه في الانعاش والتخدير. خديت التقاعد النسبي من المستشفى الحسني من بعد 21 عام ديال الاشتغال في القطاع العمومي، من بعد واحد العطاء. واليوم كان تكريم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. هذه مبادرة جد طيبة من الإخوان ديالي، والدكتور على رأسهم دكتور غنام، دكتور سليماني، دكتور نجاري، اللي كلهم الإخوان ديالي. وكان أيضا تكريم ديال نساء آخرين اللي عطاو في هذا المجال، وخصوصا في لابيريود ديال الكوفيد اللي قربتنا بزاف وبانت الكفاءات ديال النساء في هذا الميدان. لأن بحكم أنني كنت اختصاصي الوحيدة في هذا الميدان، والحمد لله قدرنا بلي بيرفورمانس ديالنا ديال المستشفى الحسني يكون هو الأول على الصعيد الوطني في النسبة أقل إماتة كانت عندنا في المستشفى الحسني، وهذا افتخار لنا. بهذه المناسبة ديال اليوم العالمي للمرأة كنهدي هذا التقدير وهذه المبادرة للنساء ديال المغرب كاملين. السلام عليكم. معك دكتور بنحود نوال، أخصائية في الجهاز التنفسي في المستشفى الحسني سابقا. خديت لا روتريت انتيسيبي ديالي، واليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة كتم تكريم ديال النساء كاملين، وبهذه المناسبة تم التكريم ديالنا حتى حنايا الناس اللي داروا لا روتريت انتيسيبي ديالهم. وهذا الشيء كيجي عندنا On a été très touché par cet événement et ça nous a fait énormément plaisir de nous faire un peu de temps. Nous la période de Covid et il nous a vraiment touché. On est vraiment très fiers d'être femme, très fiers d'être médecin et très fiers de faire partie de l'équipe de l'hôpital Hassan. السلام عليكم. معكم مريم عدوات، رئيسة الشؤون الإدارية والمالية بمستشفى الحسني. أنا جد فرحانة اليوم بهذا العيد ديال المرأة وبتكريم ديال الأطباء كانوا معنا، ومهم كنعيد عليهم ونبارك اليوم العيد وليا ولجميع النساء العالم. تبارك الله على الجميع، ومهم حنا فرحانين بهذا النهار هذا، والله يدوم إن شاء الله فرحة دائما وابدا. المهم المراه، خصوصا المراه ديال المستشفى الحسني كان عندها دور كبير، خصوصا في المرحله ديال كوفيد. كانت مراه ونعم المراه، تبارك الله كافحات وضحات ومهم كان عندها دور كبير في هذيك الفتره. وانا فرحانه بهذا الانجاز اللي كانت ديال المراه المغربيه، خصوصا سواء في الصحه او في التعليم او في اي قطاع اخر. المهم كنتمنى لها ان شاء الله المزيد من النجاح والتوفيق ان شاء الله.
انا والتاني اغلى من العين يبقى بالوما على بابي على بابي ورق على السلام عليكم. فرحان وسعيد اليوم بتواجدي بهذا المكان الجميل. فرحانين باليوم العالمي للمرأة. اليوم المركز الاستشفائي الحي حسني كيكرم المرأة وكيحتفي بالمرأة. فان شاء الله يا ربي المرأة دائما بألف خير وكل سنة بألف خير ان شاء الله يا ربي. وايضا كانت مناسبة انه نتلاقوا مع الاصدقاء والحباب في هذه المناسبة الجميلة.